مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن تحدي الأناقة والجمال بين شفا وكاندي، وعشان تعرفوا مين راح يفوز في التحدي احضروا الفيديو معي للنهاية. ويلا خلونا نبدأ. أغلبكم حب سلسلة التحديات وطلبتم منا إنه نكررها، إمشان هيك تحدي اليوم بين شفا وكادي، وهما من اليوتيوبرز المعروفين جدا. فشفا وكادي معروفين بالوطن العربي كيوتيوبرز أطفال بتراوح متابعينهم ما بين 9 سنين لحد 12 سنة. فخلونا نعرف التحدي اللي بينهم رح يكون عبارة عن شو. التحدي حيكون عبارة عن مين أطول، مين مهتم بنفسه أكتر، مين وزنه مثالي أكتر، ومين خبير بالميك أب أكتر. فيلا خلونا نبدأ. خلونا نبدأ بالتحدي الأول واللي هو عبارة عن مين أطول. أولا شفا طولها يعتبر جيد بالنسبة لعمرها ووزنها، وكادي أيضا المتابعين بيشوفوا إنه طولها مناسب لعمرها ووزنها، لكن بيعتبروا شفا أطول من كادي، مشان هيك اللي فايز بالتحدي الأول شفا. خلونا ننتقل على التحدي الثاني ونشوف مين رح يفوز فيه، شفا أم كادي، واللي هو عبارة عن مين مهتم بنفسه أكتر. شفا من ضمن اليوتيوبرز اللي بيهتموا بنفسهم وبأناقتهم وبطريقة لبسهم، وكادي أيضا من اليوتيوبرز اللي بيهتموا بنفسهم جدا وأنيقين باختيار ستايلات لبسهم بعناية جدا، مشان هيك التحدي الثاني تعادل بين شفا وكادي. خلونا نشوف مين راح يفوز بالتحدي الثالث واللي هو عبارة عن مين وزنه مثالي أكثر. شفا مثل ما بتعرفوا في زيادة ملحوظة بوزنها، ودائما المتابعين بنصحوها إنها تحاول تقلل من وزنها لتحافظ على وزن مثالي أكثر، على عكس كادي اللي المتابعين بيشوفوا إنه وزنها مثالي بالنسبة لعمرها وطولها، وبهيك بيكون اللي فايز بالتحدي الثالث كادي. خلونا نشوف التحدي الرابع واللي هو عبارة عن مين خبير بالميك أب أكتر. شفا نادر ما تستخدم الميك أب، ونادر ما نشوفها بتظهر بلوكات بالميك أب، وأيضا كادي نادر جدا ما تستخدم الميك أب أو تظهر فيه، إمشان هيك التحدي الرابع تعادل أيضا بين كادي وشفا. كادي هيك بتكون فازت بتحدي، وشفا فازت بتحدي، والتحديين كانوا تعادل بين شفا وكادي، وبهيك بيكون تحدي الأناقة والجمال تعادل بين كادي وشفا. أكيد إذا عندكم رأي تاني خبرونا بالتعليقات. هيك بنكون أنهينا الفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.